مدجول فور يونت 8 ات ريسك، ات ريسك بخطر طبعا. في عندي السبيكن واليونت بلان ما عم بتدخل فيهم، هدول على الاستاذ ضمن الصف. اوكي ريدينج عم بيقول ريد ذا فولوينج تكست اند دو ذا تاسكس بيلو. هون بدنا نقوم بقراءه النص ومن ثم القيام بالمهام في الاسفل. عم بيقول سكاي ووكرز، سكاي ووكرز يعني مشوا في السماء. عم بيقول سيلفي از ا سيلف بورتري فوتوغراف. طبعا السيلفي هي معروفه، هي صوره طبعا يعني تصوير شخصي. اوكي بتكون تصوير شخصي معروفه طبعا الكل السيلفي. تايبيكال تيكن ويز ديجيتال كاميرا اور سمارت فون. طبعا هو نوع من انواع الصور يتم اخذه او التقاطه باستخدام كاميرا ديجيتال رقميه او فون سمارت فون الهواتف الذكيه. which may be held in the hand، والتي يمكن أن يتم إمساكها في اليد، or supported by a selfie stick، أو يتم وضعها على عصا للسيلفي. Selfies are often shared on social media services such as Facebook, Twitter, Snapchat and Instagram. طبعا السيلفي معروفة انه هي يتم مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وتويتر والسناب شات والانستغرام. When Merritt Dobry bought his camera، Merritt Dobry هو شخص ما يقول اشترى الكاميرا، كاميرته الخاصة. He decided he would shot a nice landscape pictures. هو كان قد قرر أن يلتقط صور لمناظر جميلة. Feeling it might not have been the most original idea ever. الشعور بأنها ربما لم تكن الفكرة الأكثر أصالة على الإطلاق. He started to spice things up. هو بدأ بإضافة أشياء جديدة لها ومتعة، إضافة أيضا متعة. by climbing up higher and higher structures، بتسلق المباني الأعلى والأعلى. using no safety equipment، باستخدام أو بعدم استخدام أي من المعدات الأمان أبدا at all على الإطلاق. Merritt Dobry earned the name of the Skywalker، وهو أطلق عليه لقب ماشي السماء أو الشخص الذي مشى في السماء. And quickly، وبسرعة، dozens of people followed his footsteps. الكثير من الناس اتبعوا خطاه. Trying to get the most incredible views، محاولين الوصول إلى مناطق لا يمكن تصديق إنه الوصول إليها، لا يمكن تصديق الوصول إليها. Then most people began to take dangerous selfies while traveling. ومن ثم الكثير من الناس بدأوا بالتقاط سيلفي خطيرة، صور يعني ذاتية خطيرة، while traveling بينما هم في ترحالهم. They began scaling skyscrapers, cliffs and bridges to capture a photo to remember. بدأوا بتسلق ناطحات السحاب، الصخور والجسور لالتقاط صورة للذكرى. Almost everyone has taken out their smartphones to snap a photo of themselves. لقد أخرج الجميع تقريبا هواتفهم الذكية لالتقاط صورة لأنفسهم. But many studies showed that when taken in dangerous circumstances, selfies can cause death. لكن الكثير من الدراسات أثبتت وأظهرت بأن التقاط الصور في ظروف صعبة، السيلفي ممكن أن تسبب الموت. This Instagram shot was taken by Angela Nicalvo from Tianjin, China. Some might even say it's too dangerous. طبعا هاي الصورة اللي شايفينها أنتم على الدرس هي لقطة موجودة على الانستغرام تم التقاطها من قبل فتاة اسمها أنجيلا من منطقة اسمها تشياجين بالصين. Some might even say، بعض البعض رآها بأنها كتير dangerous، too dangerous، it's too dangerous، يعني كثير خطيرة. How did she even get there؟ كيف هي أصلا وصلت إلى هناك؟ This is also one of many pictures snapped by Daniello. طبعا هم بيقول هذه أيضا واحدة من كثير من الصور التي تم التقاطها من قبل دانييلو. One of the world's most well-known photographers، وهو أيضا واحد معروف على مستوى العالم كمصور. In this photo، في هذه الصورة، the skyscrapers، ناطحة السحاب of Hong Kong، said Shokensin. ضبطت هذه
ناطحة السحاب كمشهد مروع، أوكي؟ يعني هي البنت موجودة بناطحة السحاب، أوكي؟ طيب، At last, أخيراً, we can say that this kind of art seems to have been lost somewhere. أخيراً, نحن نستطيع أن نقول بهذا النوع من المشاهد أو من الفن seems يبدو to have been lost somewhere between the ground and the sky. يبدو أن هذا النوع من الفن قد ضاع في مكان ما ما بين السماء والأرض. Be careful not to spoil this art and use it for lovely memories and beneficial issues. كن حذرا ألا تفسد هذا الفن وتستخدمه للذكرى الجميلة والأشياء المفيدة. Take care of yourselves. اعتنوا بأنفسكم and other people والناس الآخرين around you حولكم. Putting yourself at risk is useless. وضعكم في خطر أو وضع أنفسكم في خطر هو شيء غير مجدي. It sounds to be a crazy idea. يبدو بأنه فكرة غبية أو مجنونة. Our lives are very precious and valuable. حياتنا ثمينة وقيمة. We shouldn't lose them by irresponsible behavior. نحن لا ينبغي أن نضيعها بالتصرفات الغير مسؤولة irresponsible behaviors. Keywords اللي عندي إياها to shoot to take a photograph of something أنك تلتقط صورة لشيء ما to spice up to add interest أن تعطي متعة or excitement to something أو بهجة لشيء ما هيك يعني to spice مو تفكروا بهارات أو شيء يعني متعة شيء حلو كذا هيك للشيء يعني نضيف له شيء حلو incredible لا يصدق impossible or very difficult to believe impossible مستحيل و very difficult كتير صعب to believe أن تصدقه scaling climbing to the top of something very high and steep scale طبعا لها كثير معاني هون معنى كمان يتسلق climbing to the top of something أن تتسلق إلى أعلى شيء ما very high مرتفع جدا and steep ومنحدر skyscrapers اللي هي ناطحات السحاب very tall buildings in a city مباني طويلة جدا في مدينة beneficial having a good effect لديه تأثير أو تأثير جيد يعني لديه تأثير جيد beneficial طبعا هي معناتها مفيد عندي المهمة A answer the following questions هوني أنا بدي أقوم بالإجابة على الأسئلة التالية When would people use to take selfies ماذا يستخدم الناس لالتقاط الصور الذاتية To what did Mert Dobry decide when he bought his camera ماذا قرر Mert when عندما اشترى كاميرته three when our selfies dangerous متى تكون الصور الذاتية خطيرة four in your opinion برأيك what does the writer mean by art seems to have been lost somewhere between the ground and the sky ماذا برأيك يعني برأيك ماذا كان يقصد بأن الفن يبدو بأنه قد ضاع في مكان ما بين السماء والأرض هلا في عندي المهمة بي عم بقولكم read the sentences in A with their suitable endings in B يعني هون بدي أوصل للبدايات مع النهايات عندي when the skywalker is a name that was given skywalker هو اسم أعطي لمين طيب هلا مكفي النهاية. To how did Angela Nicolio get to Tianjin, Hong Kong, China? إنه كيف وصلت إلى تشياجن أنجيلا كيف وصلت إلى تشياجن في الصين is a question that occurred وهو سؤال حدث three دانييلو scaled the skyscrapers of Hong Kong تسلق دانييلو ناطحة السحاب في هونغ كونغ for irresponsible behavior may cause people التصرف الغير مسؤول يمكن أن يسبب للناس هلا في عندي A B C بدنا نوصل 1 2 3 مع A B C A to shoot a selfie أن تلتقط صورة ذاتية B to lose their lives فقدانهم لحياتهم C to melt because he climbed up very high places لأنه تسلق أماكن عالية D to be a crazy idea أن تكون فكرة مجنونة E to people who saw the shocking scene للناس الذين رأوا مشهدا صادما
فوكابيولاري في عم بيقول لي complete the following crossword. هون بدي أكمل هاي الكلمات المتقاطعة داون العمودي، وفي عندي الأكراس الأفقي. هلا رح أقرأ أنا العمودي. العمودي عندي فيه 2 و4 و6. الاثنين عم بيقول انتبهوا على الأرقام: to take a photograph of something، أن تأخذ أو تلتقط صورة لشيء ما. For impossible or very difficult to believe، مستحيل و أو صعب جدا أن تصدقه. Six take a photograph of something، تلتقط صورة لشيء ما. طبعا فيكم ترجعوا على الكيوردز هنيك، كتير بتلاقوا هيك أجوبة لهيك شيء. أكراس الأفقي عم بيقول ون، طبعا شو هو الأفقي؟ عندي 1 و3 أو 5 و7، يعني 1 و3 و5 و7. عندي ون add interest or excitement to something، إنك تضيف متعة أو إثارة أو بهجة لشيء ما. 3 having a good effect، أن يكون لديه فعالية جيدة. 5 very tall buildings in a city، أبنية طويلة جدا في مدينة. 7 climbing to the top of something very high and steep، تسلق لأعلى شيء ما مرتفع جدا ومنحدر. جرامر اللي عندي اياه هو عم بيقول match regrets in A with wishes in B. هون بدي أوصل ندم اللي موجود، الندم الموجود عند الكلم A، يعني العمود A، مع الأمنيات بالكلم B. عم بيقول جاكس regrets، ندم اللي لجاك، الأشياء اللي ندم عليها جاك بحياته شو هي. وجاكس wish list كمان، إنه قائمة الأمنيات لجاك هاي بالبي. هلا رح نقرا الاي بالاول بعدين نقرا البي. عندي when I didn't graduate from university، انا لم اتخرج من الجامعه، ندم. تو I wasted too much time watching TV، امضيت وقت طويل او كثير بمشاهده التلفاز، ندم. 3 I didn't visit Australia when I was young، لم ازور استراليا عندما كنت شابا او كنت اصغر بالعمر يعني. 4 I didn't learn language، لم اتعلم لغات، ندم. 5 I had a boring desk job، كان لدي عمل مكتبي ممل، ندم. 6 I didn't have enough time for sport، لم يكن لدي وقت كافي للرياضة. هلا بدنا نوصلهم مع الأمنيات. A I wish I had learned languages، تمنيت أن يكون تعلمت، أن أكون قد تعلمت اللغات. بي I wish I hadn't wasted too much time watching TV، أتمنى أني لم أكن قد أضعت وقتا كثيرا في مشاهدة التلفاز. سي I wish had had enough time for sport، انتبهوا للصيغ كيف استخدمنا ماضي بالندم، هلا نحن هون عم نستخدم ماضي تام بالأمنيات. سي اي ويش هاد هاد انف تايم فور سبورت، تمنيت ان اكون لدي وقت كافي للرياضه. دي اي ويش اي هاد فيزيتد استراليا وين اي واز يانجر، تمنيت ان اكون قد زرت استراليا عندما كنت اصغر. اي اي ويش اي هاد جراديويتد فروم يونيفرسيتي، تمنيت لو اني قد تخرجت من الجامعه. اف اي ويش اي هادنت هاد ا بورينج ديسك جوب، تمنيت الا اكون لدي عمل مكتبي ممل. فوكس ان عندي الجبرا اللي هو الجبر يعني. Algebra is a branch of mathematics dealing with symbols and the rules for manipulating those symbols. عم بيقول طبعا الجبر هي فرع branch of mathematics من الرياضيات، dealing with تتعامل مع symbols الرموز and the rules والقوانين for manipulating those symbols للتلاعب بهذه الرموز. Basics of algebra، طبعا القواعد الجبر cover the simple operation، بتغطي العمليات of mathematics، طبعا العمليات البسيطة simple operations، العمليات البسيطة للرياضيات like addition الجمع، subtraction الطرح، multiplication الضرب، and division involving both constant and variables، والقسمة involving بما فيها constant الثابت and variables والمتغيرات. For example، على سبيل المثال انتبهوا في عندي هون محل ضرب في رقم، نحن إذا حطيناه بعدين plus 10 equals 20، يعني شو هو العدد اللي بحطه مع 10 بصير 20. This introduces an important algebraic concept، يلي عم بيقول هذا يقدم مفهوم الجبرة المهم
known معروف as occurrence المعادلات. إذا هي اللي شفتوا هذا الشكل مع 10 يساوي 20، هي يعني تقدم فكرة عن مفهوم الجبرة نسميها نحن occurrence اللي هي المعادلات. learning algebra helps to develop your critical thinking skills. طبعا تعليم الجبر يساعدك to develop your critical thinking skills لتطوير مهارات التفكير النقدي critical thinking skills. skills مهارات thinking تفكير critical نقدي. That includes problem solving، وهذا يتضمن مشاكل الحل، لوجيك المنطق، باترنز الأنماط، عن ريزنينج والاستنتاج. ال common symbols used in algebra، طبعا في عندي هون رموز مستخدمة وهي شائعة مستخدمة في الجبر. symbols save time and space when writing. Here are the most common algebraic symbols. مثل ما كنتم شايفين هون أنا أعطيني معظم الرموز الشائعة للجبرة، مثل ما كنتم شايفين symbols مع meaning مع examples. لا لا أوكي. Stories from around the world. هلا في عندي حكايات عالمية. The boastful turtle. The boastful turtle، السلحفاة المتباهية. Once upon a time، كان يا مكان، there was a turtle who had a dream، كان هناك سلحفاة وكان لديه، طبعا ذكر هو، وكان لديه حلم. His dream was that he wanted to fly، حلمه كان أنه أراد أن يطير. He was complained about the mother، وكان دائما يشكو عن هذه المسألة أو يشكو هذه المسألة دمته. He was ready to do anything that could make him fly. هو كان جاهز يفعل أي شيء يمكنه من الطيران. The turtle was always unsatisfied and angry. دائما كان هذا السلحفاة غير راض وغاضب. يعني angry غاضب و unsatisfied غير راض. Because his flippers، لأن زعانفه، weren't wings، لم تكن أجنحة. And his shell made him too heavy to fly، وصدفته كانت تجعله ثقيلا جدا على الطيران. He was annoyed، كان متضايق، that other turtles were happy، بأن السلاحف الأخرى كانت سعيدة with swimming، بالسباحة. and aren't jealous of the birds، ولم تكن تغار من الطيور. who could do the thing، التي كانت تفعل الشيء. he could only dream of، الذي كان يحلم به. the turtle، السلحفاة، finally أخيرا asked a goose if she could help him to try flying. سأل أوزه إذا كانت تستطيع مساعدته to try flying، لمحاولة الطيران. She told the other geese about the turtle's demand، وأخبرت الأوز الآخر بمطلب أو بطلب السلحفاة. The geese wanted to help the turtle، أرادت أن تساعد السلحفاة. and began to think of a way، وبدأت تفكر بطريقة that could make his dream true، تجعل من حلمه حقيقة. finally they came up with an idea، اخترعوا قصة أو فكرة. they decided that two of the geese would hold a stick which the turtle could hold with his strong mouth. قرروا أن اثنتان من الأوز تحمل عصا ويمسك السلحفاة بها بفمه. While the geese were flying، بينما كانت الأوز تطير، the selfish turtle، السلحفاة الأناني، couldn't help keeping silent، لم يستطع الاحتفاظ بصمته. he looked at all the turtles who were swimming، نظر إلى كل السلحفاة أو السلاحف، turtles عند جمع السلاحف، الذين كانوا يسبحون in the river، في النهر، below، أسفله أو في الأسفل. he opened his mouth، فتح فمه، boasting، متباهيا، about how wonderful flying، كم هو رائع الطيران، and that they would never fly like him، وأنهم سوف لن يطيروا مثله.
But he forgot that the moment, لكن هو نسي بأن اللحظة التي he opened his mouth, فتح فمه, he would fall down بأنه, أو باللحظة التي سوف يفتح بها فمه سوف يسقط, ونسي أنه إذا فتح فمه سوف يسقط, and never fly or even swim again, وسوف لن يطير أو حتى يسبح مرة ثانية. على المهم إيه عم بيقول, answer the following questions, أجب عن الأسئلة التالية. عندي one, What was the dream of the turtle? ماذا كان حلم السلحفاة؟ 2. Why couldn't he fulfill his dream? لماذا لم يكمل حلمه؟ 3. How did the keys help the turtle? كيف ساعدت الأوز السلحفاة؟ 4. Think of another end for the story. فكر بنهاية أخرى للقصة. 5. What's the moral of the story? ما هو الدرس الأخلاقي لهذه القصة؟ عند المهمة إيه عم بيقول combine the answers to summarize the story. اجمع الأجوبة لتلخيص القصة.